موزيك اف ام تبع الموجة. معنا الممثلة التونسية ريم البنا. مرحبا بك. مرحبا بك هيجي ومرحبا بكل المستمعين. ريم تمنيت تكون بحذية باش نحكي على مسلسل ولا على فيلم. أمنت اللي صار لك نهار السبت اللي فات فيلم. أي فيلم رعب، فيلم إرهاب، فيلم ما زلت تحت وقع صدمة معناها من نجمش. اللي صار نهار السبت عمليات استعراض معناها القوة والعنف عمل مريتها. نبدأ من الأول، أنت تعرضت للاعتداء هكا كنت حكيت، شنو اللي صار بالضبط؟ أنا حكيت في الفيديو وهبط بيان وكل شيء. نهار السبت 30 من جوان دخلت الشرح ببورقيبة معايا زكريا بوغرة أنا ميامو باش نتعديو ونهزو معانا عزيز عمامي من جاي هو من نهج مرسيلة. دونك وقفنا باركينا الكهرباء على مستوى شرح ببورقيبة ولاحظنا حالة غريبة في الشارع، عباد تجري وفما حالة من الفزاعة ما فهمناهاش من الأول، ما فهمناهاش شنو فما معناه. ما راني أنا نشوفو اسجو معبية بالعباد من الأول من بعيد ما فهمتش اسكو شرطة ولا مجرمين ولا شنو اللي قاعد يصير معنا. دانكو كرهبة لسوزو تشد فران، كرهبة متاع شرطة مكتوب عليها شرطة، فيها ممكن 20-30 بوليس ركبين الكل مع بعضهم التاني معناها. اللي تقال انك سمحني معناتها كنت مش لابسه بالقدام، معناتها مش لابسه لباس محترم، وانه فما شكون قال حتى كنت في وضع لا اخلاقي وقالوا لي انا كنت سكرانه ولي انا صبيت البوليس. والله شيء اسف يبكي ويضحك. معلش انت بالذات معناتها علاش؟ لا مش انا بالذات، انا بمحض الصدفه كنت في المكان هذاك، مش موقعش تعنيفي انا كهو معناها. العباد اللي كانوا في شارع حبيب بورقيبه نهار هذاك شهدوا وشافوا التعنيف وشافوا الاستعراض نتاع القوه اللي صار، كلام زايد روح شد دارك على بنات زادة على بنات وعلى رجال على الناس الكل معناها. شارع حبيب بورقيبه خلاو قفره، الناس تجري ما هم فاهمين حتى شيء. دونك انا ما كنتش دقيقه باش نقول لك جوست باش نوضح، ما كنتش عريانه، كنت لابسه روبا معناها روبا نصيد نتاع صيف توصل لمستوى الركبه، وكنت في كرهبتي معناها بانا حق يحل عليا باب الكرهبه وبانا حق يحكي معايا معناها، يتعدى عليا كمواطنه ويتعدى على حريه الحريه نتاعي الشخصيه وعلى حريه لباسي وعلى حريه التنقل نتاعي كحل. انا الاولين اللي معناها اللي شافني خاطر هما بداو يجريوا وراء العبيد في الشارع، فما واحد لبس سيفيل هذاك غزر لي مره الاولى مره ثانيه وجيني للكهرباء، حل على باب الكهرباء وضربني ديريكت. ضربك وين؟ ضربني لهنا في المشواغ نتاعي بونيه. دونك انا راسي دار بالواقع نتاع ما فما حتى شيء، حل باب الكهرباء وضرب مازال ما تكلمش، يجي زميله يسيح وعايط ويربرب ودرا شنيه ويسال عندكم شراب عندكم شراب، قلت له تفضل فركس يعيش خويا معنا حد شاي، قال لي سكر كذا 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 سبين جليله ما نحكي لكش ربي هبطوا وشوالق. قال لي كان جيت اختي راني ذبحت كذا وكذا عاود سب ربي. شكون هذا واش تعملوا درشنا؟ جاوبت انا وكل شيء. لكن هذوما الناس اللي تقولي فيهم كانهم معناتها ناس مجرمين، معناتها اذا تحكي لي على انه رجال الامن يتصرفوا كيما هكا هذا هي المصيبه. هذاك علاش انا اليوم نتكلم مش باسم ريم البنا الفنانه، نتكلم باسم مواطنه تونسيه تعدي تاع معناها تعدوا عليا، وكيما تعدوا عليا تعدوا على ناس اخرين. انا ممكن تكلمت وما خفتش ومش نرفع قضيه، فما ناس اخرين ساكتين وما يجموش يتكلموا. عرفوا كريم ولا لا؟ شو عرفوني من الاول؟ ما نعرفش اسكو اللي ضربني من الاول ولا لا، خاطر من بعد كدار زكريا قالوا له اش حاسب روحك مع كريم البنا يلي بيك يلي عليك ودرا شنو. وفي سافيسا ما تلمت الحكايه خاطر جاب بوليس، قلت لك هما ايزيتين اون بغو. دونك انا بالصدمه ما عادش نشوف ولا نشوف كل شيء بالغالونتي. جاني بوليس قال لي ما المساحه فيا وراهم قلت ما صار حتى شيء وصغيرات ومازالوا ما يعرفوش. يا اخي انا غزرت له قلت له على راسي الامن اخدموا على رواحكم نظفوا البنات البلاد، اما انا صاحبك راهو زميلك راهو عذربني والاخر سبني وما خلى ما قال لي معناها انا راني باش ناخذ حقي. كم هما طلعوا في الكهرباء سايبونا جاوا الاولاد. حاجه اخرى طلعوا فوق الكابوت نتاع الكهرباء معناها عزيز عمامي والثلاثه اولاد الاخرين اللي جايين معاه خارجين من مرسيليا يشوفوا في البوليسيه فوق الكهرباء. فوق عمرك ريت بوليس طالع فوق كابوت تاع كهرباء؟ هذوما معناتها موافقين وعندك ناس شهود؟ اي بيان سور عندي اكثر من هذا في الشارع بورقيبه قدام الناس الكل، قدام الناس الكل تو تون ساشون اللي او ميم تو وقت اللي احنا معانا شويه مجموعه بوليسيه المجموعه الاخرى تضرب في الناس وترهب فيهم وتعطي فيهم في المشتى وبرا روح شد دارك. هذايا صار معناها سير فما عبد شافت، ابار العبد اللي شافت انا معايا خمسه اشخاص شافوا هذا الكل وشهيد على اللي صار. تعنفتوا؟
تاعنا فينا سبينا بعديك قالوا لنا سامحونا طلعنا في الكهرباء ايتا دو بانيك ما نحكي لكش في الكهرباء واحد بدا يسب في الاخر كل واحد يقول الاخر كله منك وزكريا اخضر العزيز قالوا كنت انت بتيت وقعدنا نستناو فيك ودار شنو هل صحيح سامحني ريم انه واحد من الامن حب يتحرش بيك معناتها اي لا لا ماسوني لا لا ماسوني ماسوني وقع لمس وحلوا لي ساكي وكل شيء اي اي علاش قلت لك جو سوي انكور سو لو شوك خاطر انا كان اليوم رجل الامن اللي هو يلزم يحمي المواطنين يتعدى عليا بالطريقه هذيا على خاطر تعرف باش يذكرني هذا يذكرني بالبوليس كيفاش كان يتعدى على المتحجبات وقت بن علي اليوم العكس البوليس يتعدى على غير المتحجبات معناها اليوم عندنا انا نشوف فما انقسام المجموعات تاع البوليسيه جدد بالحق ما نحكيش على رجال الامن الكل على خاطر فما شكون وقفوا معايا من رجال الامن في النهار هذاك اما المجموعه اللي تعدت عليا اللي زتي اشغني عمري لا ريت ما بين انهم سامحني يكونوا ضد المتعرين وضد كذلك فما يعني فما موقف على الاقل من المفروض انت هذوما كلمه ناقضين معناتها هذوما كيفاش يتناقضوا ما نعرفش والله انا مانيش مسؤوله عليهم معناها هذا علاش انا رفعت قضيه بالسيد وزير الداخليه علي العريض بما انه هو المسؤول الاول والاخير على اللي يصير واضح. وعلى معناها تعاد عليه امن عمومي هو المسؤول عليهم واضح دونك اليوم الحكايه بين في يد القضاء شكرا لك يعطيك الصحه ريم البنا الممثله التونسيه واذا كان عندك حق ان شاء الله يا ربي تاخذه دونك الموسيقى تبقى متواصله ان شاء الله ناخذه